بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم المحاضرة الثانية من محاضرات مادة الديسكريت ماثيماتكس. كنا في المحاضرة السابقة تكلمنا على ما يسمى بالبروبوزيشن، وقلنا إن البروبوزيشن ما بين قوسين العبارة المنطقية هي عبارة عن ستيتمنت، والستيتمنت دي كان either be true or false، وقلنا إن البروبوزيشن can be divided into atomic or compound proposition. الأتوميك بروبوزيشن ده عبارة عن single proposition، تمام، لكن الكومباوند بروبوزيشن دي عباره عن مالتي بروبوزيشن. مالتي بروبوزيشن، وعشان اكون المالتي بروبوزيشنز، عشان اكون الكومباوند بروبوزيشن، لازم يكون عندي كونكتيفز، ادوات ربط ما بينهم. اللوجيكال كونكتيفز اللي انا بربط بيهم البروبوزيشن عشان يكونوا لي الكومباوند بروبوزيشن هم اللي انا بسميهم النيجيشن والكونجنكشن والديسجنكشن والامبليكيشن والباي كونديشنال. اليوم احنا ان شاء الله بنتكلم على ثلاث مفاهيم أساسية موجودين في سيكشن 1.3. المفهوم الأول التوتولوجي، والمفهوم الثاني الكونتراديكشن، والمفهوم الثالث الإيكويفالنس. أول مفهوم اللي هو التوتولوجي، إمتى الكومباوند بروبوزيشن بيبقى توتولوجي؟ الكومباوند بروبوزيشن هو توتولوجي، إز توتولوجي إمتى؟ لو كان ليه تروث فاليو بترو، لو دائما التروث فاليو بتاعت الكومباوند بروبوزيشن ده ترو. اما اذا كان الكومباوند بروبوزيشن ليه دائما تروث فاليو فولس، فبسميها كونتراديكشن. لو انا بتكلم بلغه التروث تيبل، لو انا بعمل كومباوند بروبوزيشن ولقيت الكولوم بتاع الكومباوند بروبوزيشن كله ترو، يبقى ده توتولوجي. لقيته كله فولس، ده بسميه كونتراديكشن. اذروايز يبقى لو انا لقيت مش كله ترو ومش كله فولس، فبسميها كونتينجنسي. contingency مش كله ترو ومش كله فولس. لو انا بصيت كده على اول example number 1، تعالى كده نشوف الاكزامبل البسيط ده. عندي هنا b وعندي هنا not b، وعايز احسب b or not b، وعايز احسب b and not b. الb التروث فاليوز ليها او احتمالاتها زي ما احنا عرفنا المحاضره اللي فاتت، ترو او فولس. وطبعا هنا عندي كام رو؟ تو روز. ليه تو روز؟ عشان عندي بروبوزيشن واحد، وعدد الروز في اي تروث تيبل زي ما احنا قلنا هو 2 تو ذا باور البروبوزيشن يبقى 2 تو باور 1 هيديني 2 روز. طيب يبقى ترو عكسها هنا فولس وهنا ترو. تعال نشوف الاور، ترو اور فولس بترو، وفولس اور ترو بترو. لكن في الكونجنكشن ترو اند فولس بفولس، وفولس اند ترو بفولس. طالما التروث فاليو اهو باين جدا، طالما التروث فاليو لكل الكومباوند بروبوزيشن ده كله ترو، فدي بسميها توتولوجي. لكن هنا كل التروث فاليو لكل الكومباوند ده كلها فولس، يبقى دي بسميها contradiction. بعد كده في بعض الايدنتيز اللوز الرولز المهمه اللي هي بتساعدني اني اثبت ان الكومباوند بروبوزيشن ده توتولوجي او كونتراديكشن without using truth table، او اثبت ان انت عندك اثنين كومباوند بروبوزيشن هما لوجيكال ايكويفالنت برضه without using truth table. تعالى كده نستعرض الرولز دي. أول رول عندي اللي هي Identity Law. في Identity Law بتقول إن A، خلينا نتكلم على Proposition B، ال B and True هي نفسها Logical Equivalent ل B. زي بالظبط في الـ Digital Design لما كنت بتقول A times 1 هي نفسها A. الرول اللي بعديها في نفس الـ Identity Law دول منها. دول كلمة دول يا شباب معناها اللي أنت تحافظ على نفس الرول، تحافظ على نفس الهيراركي الهيكل بتاع الرول، بس تقلب الاند اور او الاور اند، يعني تعمل سويتش ما بينهم، وكمان تقلب ترو فولس او الفولس. عشان كده لو انا عايز الدول ليها هقول بي اور فولس هي نفسها بي. الرول اللي بعديها اللي هي الدومينيشن لو، بقول ان بي اور ترو هي نفسها ترو.
الكلام ده معناه ايه؟ لو انا حضرتك انت عندك في الديجيتال ديزاين A plus 1 equal 1 A or 1 equal 1 دي معناها ايه في الديجيتال ديزاين؟ دي عبارة عن OR gate. OR gate لما بقول OR gate فيها switch ب1، switch ب1 يعني دايما closed، وهنا switch تاني ايه، فهو تفر ال A ده هو طبيعته A 1 ولا 0، ففي current هيطلع من الباور سبلاي يعدي خلال السويتش اللي دايما مقفول ويشغل اللايت. فعشان كده بقول A or 1 ب1، فهنا برضو B or 2 برضو بايه بترو، والتانية P لو عايز الدول بقى and false دايما بايه؟ دايما بفولس. ال idempotent loop بتقول ان P and P هي نفسها P و P or P هي نفسها P. double negation الدبل نيجيشن بيقول لي نيجيشن لنوصل بي هي نفسها ال بي، ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في ديجيتال لوجيك ديزاين. بقول ايه دبل برايم ايكوال ايه، او ايه دبل هاش هي نفسها ايه. الكوميتيتف لو احنا عارفين ان بي اور كيو هي نفسها كيو اور بي، يعني ابداليه سواء انت قلت ده او ده او ده او ده، وفي نفس الكلام لو احنا جبنا الدول بي اند كيو هي نفسها كيو اند بي. دي الكوميتيتف. الاسوشيتيف لو، الاسوشيتيف لو بقول ان بي اور كيو اور ار هي نفسها بي اور كيو اور ار، بي اور كيو الاول اور ار هي نفسها بي اور كيو اور ار. طبعا لو انا عايز اجيب الدول يبقى هقول بي اند كيو اند ار هي نفسها بي اند كيو اند ار. لو انا بصيت على الديستريبيوتيف لو، الديستريبيوتيف لو بتقول ان بي اند كيو اور ار هي نفسها بي اند كيو، بس عشان مفيش مكان فانا هحاول اجي هنا كمان، اور بي اند اور. الديستريبيوتيف لو دي بالظبط في الماثيماتيكال زي ما بتقول اكس تايمز واي بلس زد، فهي نفسها x times y plus x times z. لو انا عايز اجيب الدول ليها هقول p or q and r logically equivalent ل p or q and p p or r. اللوب بعد distributed هنشوف الدي مورجان، والدي مورجان دي مهمة جدا، دي من احد الرولز الهامه جدا اللي احنا دايما هنستخدمها في شغلنا، دايما هنستخدمها في شغلنا. not b or q not على اثنين proposition oring، دي بحول ال oring او ال disjunction الى conjunction مع نفي الاثنين proposition. في واحده دول ليها not B and Q logically equivalent to not B or not Q، دي برضو من الحاجات المهمة اللي هنستخدمها، ودي برضو يعني أنا يعني لو احنا هنحدد الحاجات اللي دايما بتستخدم دي مهمة جدا. طيب اللي بعديها بعد دي مورجان الابسوربشن، absorption لو بقول B or B and Q على طول ببي، ولو شفنا الدول ليها B and Q B and P or Q هي نفسها برضو P. آخر حاجة النيجيشن B B or not B هي true و P P and not B هي فولس. الرولز الثانية الرول اللي بعد كده في الامبليكيشن، بقول ان بي امبلوي كيو ده لوجيكالي ايكويفالنت لنوت بي اور كيو. مهمة جدا عشان بنحول
من الامبلايد الى الاور والنوت، فده مهم جدا. وطبعا انتوا عارفين ان في انذر فورمولا للامبلاي، ان بي امبلاي كيو، ده الكونترا بوست اللي احنا قلنا عليها المحاضره اللي فاتت، اللي هي نوت كيو امبلاي نوت بي. نيجي للباي امبليكيشن. اللي هي باي كونديشنال او باي امبليكيشن. البي اف اند اول اف كيو ده عباره عن حاجتين زي ما قلنا، هي بي امبلاي كيو and Q employ B. وطب مهمة ليه؟ مهمة عشان بعد كده نحولها واحد كل واحد دي نحولها لأور ونوت. أو بص بقى، ممكن أكتبها كده B and Q or not B and not Q. ودي حتى دايركت على طول ممكن نستخدمها علشان نحول من الشكل ده. لو بصينا دلوقتي على المسائل اللي هي موجودة في الشيت، ممكن نبدأ نحل. هنخلي بس الروز دي جنبنا شوية. طبعا أول exercise بيقول لي use truth table to verify this equivalence in B and T be true the logical equivalence B. أعتقد إن السؤال ده سهل إن إحنا نقف قدامه. تعالى كده نبدأ من question number 3. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي use a truth table to verify distributive law، يعني اثبت ان b and q or r the logically equivalent b and q or b and r. عشان نثبت حاجه زي دي، زي ما قلت لك ده ليفت هاند سايد ده رايت هاند سايد، هاد ده لوحده وهاد ده لوحده. تعالى كده نشوف. طبعا بي وكيو ار، يبقى انت عندك تروث تيبل. التروث تيبل ده فيه 8 صفوف، يبقى ادي بي وادي الكيو وادي الار. هبدا بترو فولس وترو فولس وترو فولس. لو بدانا فولس ترو مش غلط، وترو فولس، بس يعني يفضل بقى نبدا بنفس الريفرنس. ترو ترو فولس فولس ترو ترو فولس فولس، وهنا ترو 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 فولس 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 فولس. تعالى بقى نكون اول ترم الليفت هاند سايد. انت عندك كيو ار، طبعا انت عندك بريوريتي، عندك بريسيدنس، عندك الاول حاجه لازم اعمل براكتس الاخواز. فالاول هقول كيو اور ار، هعمل ده وده اورينج، يبقى ترو 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 فولس ترو 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 فولس. بعد كده اخد الجزء ده وليكن ده هسميه واحد، واقول واحد اند بي. مفهوم؟ طبعا واحد اند بي او بي اند واحد، ما احنا لسه متعلمين دلوقتي ان بي او اللي هو كوميتيتيف لو، بي اند كيو او كيو اند بي، بي اند كيو اهو مسحت معلش. تعالى نعمل اندنج ما بين ال1 وما بين مين؟ بي. ترو اند ترو بترو، ترو اند ترو بترو، ترو اند ترو بترو، فولس اند ترو فولس، ترو اند فولس بفولس، ترو اند فولس بفولس، ترو اند فولس بفولس، فولس اند فولس بفولس. تعالى بقى نكون الرايت هاند سايد. في عندك بي اند كيو، عندك اهو بي اند كيو، بي اند كيو، يبقى هنا ترو ترو فولس 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 فولس. وهنا عندك بي اند اور، بي اند اور، يبقى هنا ترو فولس ترو فولس 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 فولس. ده وده هعملهم اورينج، يعني ده لو سميتها رقم 2 وسميتها رقم 3، فهعمل 2 اور مع رقم 3، يبقى هنا ترو 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 فولس 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 فولس. لو انا عملت كومبارزن ما بين الليفت هاند سايد ده والرايت هاند سايد ده، الاقي ان هم ايه؟ هم فعلا ايكوال. تعالى نشوف. الكويشن نمبر 5 بيقول لي show that the following conditional statements are tautological. هو هنا بيقول لي
by using truth tables. طيب اول واحده اللي هي نمبر 5 بيقول لي انا عايز اثبت ان b and q رايح على b، عايز اثبت ان ده ايه ده تيتولوجي. فنفس الكلام اهو هنعمل truth table زي ما اتفقنا، ادي ال b وادي ال q، في عندي 4 روز عشان عندي متغيرين، ادي كده ترو وادي فولس وادي ترو وادي فولس وادي ترو وادي ترو وادي فولس وادي ايه وادي فولس. بي اند كيو حتى على فكره ما كانش عامل براكت، احنا عندنا في البريسيدنس ان الاند قبل الامبليكيشن. طيب يبقى هنا هعمل الاول بي اند كيو، ترو 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 فولس فولس، احنا عارفين الاند كلها فولس اكسبت بس ان هما الاثنين ترو، ده كده هسميها واحد وهقول واحد امبلوي مين؟ امبلوي بي. احنا عارفين ان الهايبوثيسز لو كان ترو والكونكلوجن او الكونسيكونس لو كان فولس، الحاله الوحيده اللي هو يدي الريزلت ايه؟ الريزلت فولس. طب ترو امبلاي ترو بترو، فولس امبلاي ترو يبقى ترو، فولس امبلاي فولس يبقى ترو، فولس امبلاي فولس يبقى ترو. هو كمان الراجل بيقول لك اثبت ان هي توتولوجي، يبقى من الغباء اللي انا اقول ايه؟ يعني حتى يعني ماشي نفسك كويس؟ يبقى هنا ترو 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 اديني ترو. طبعا ده اكيد ايه؟ يبقى ذيرفور ان بي اند كيو رايحه فين؟ رايحه لبي از ها اتوتولوجي. اعتقد يمكن يمكن لو خدنا مساله من كويشن 6 يكون اصعب او المساله اطول. لو خدنا بوينت دي 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 بروبلم 6 بيقول لي برضو اثبت ان الفورمولا الجايه دي دي توتولوجي. ايه هي بقى؟ بي اور كيو اند بي امبلوي اور اند كيو امبلوي اور كلهم امبلوي اور حاجه كده يعني. مسألة زعلانة من نفسها أو ده كلها بروف إن ده كله إيه؟ على بعضه يعني. هو الراجل كمان بيقول لك يعني عايز بس إيه ما تفكش، بيقول لك إيه بروف إن ده كله على بعضه توتولوجي. خلي بالك حتى لو هو ما كانش حاطط البراكت دي، أنت بعد ما تعمل البراكت ده وده وده ما بينهم إندينج، والإندينج بريسيدنس ليها هاير ذان الإمبليكيشن، فكده كده أصلا البراكت مالهاش لازمة. تعالى كده نشوف بقى نعملها ازاي. عندك بي وكيو ار، يبقى عندك تروث تيبل في 8 روز. دي بقى ربنا يعين عشان هي بس الايه الروز كتيره. يبقى هنا بي وهنا كيو وهنا ار، ترو فولس ترو فولس ترو فولس ترو فولس. هنا ترو ترو فولس فولس ترو ترو فولس فولس، وهنا ترو 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 false 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 false. تعالى بقى نشوف step step. في عندك bracket، طبعا لما يكون عندك اكثر من bracket يبقى انا بعمل البراكت اللي يجي الاول يتنفذ الاول، ماشي؟ طالما كلهم brackets يبقى هنا هقول p or q، وهنا هقول p imply r، وهنا هقول q imply r. دي هسميها واحد، ودي هسميها اثنين، ودي هسميها ثلاثة. بعد ما اعمل 1 2 3 هقول 1 اند 2 اند 3. تعال الاول نعمل بي بي وكيو اور، يبقى اور 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 فولس فولس. بي امبلاي اور، بي رايحه الاور، يبقى ترو ترو يبقى دي فولس، يبقى دي ترو يبقى دي فولس، يبقى دي ترو يبقى دي ترو يبقى دي ترو يبقى دي ترو. كيو رايح على الار، يبقى دي ترو يبقى دي فولس، يبقى دي ترو يبقى دي ترو ترو فولس ترو ترو. واحد اند اثنين اند ثلاثة، طبعا ترو فولس ترو فولس ترو فولس فولس فولس. دولت كلهم ها هعملهم ايه؟ امبلاي ار، يعني ده كله بعد ما خلصته اسميه رقم اربعة. رقم اربعة ده هعمله امبلاي ار، يبقى ترو امبلاي اور ها يبقى ترو صح ولا لا؟ فولس امبلاي فولس بترو، ترو ترو
فولس مع فولس ترو ترو امبلاي ترو فولس فولس امبلاي ترو ترو فولس امبلاي فولس فول. يعني انت لو عملت اخر جزء ده اللي هو 4 امبلاي سوري اللي هو 4 امبلاي الار هتلاقي ان فعلا كل ترو ستيبل كله ايه كله ترو زي ما هو عايز يثبت. مفهوم؟ هنضطر نمسح عشان المسائل اللي جايه طويله. لو جينا للبروبلم نمبر 8 خلي بالك بقى بروبلم نمبر 8 بروبلم نمبر 8 احنا عايزين نبروف ان النوت كيو اند بي امبلوي كيو كله امبلوي نوت بي ده توتوريال بس without using true statement مش عايز استخدم true statement يبقى نضطر نستخدم الرولز اللي عندنا. أول حاجة قبل ما تستخدم الرولز تعالى كده نراجع على حاجتين مهمين جدا. الابليكيشن بيتحول ازاي لبورنج ودي مورجن. نوت بي اور كيو لوجيكال ايكويفالنت نوت بي اند نوت كيو ونوت بي اند نوت كيو اند كيو نوت بي اور نوت كيو دي مهمة جدا اوعى تنساها. تعالى كده الأول نكتب الكلام ده نوت كيو اند كويس دي حولها بالرول اللي عندنا اللي هي نوت بي اور مي اور كي وكلهم رايحين لمين؟ نوت بي. تعالى نفك البراكت ده احنا عندنا رول بتقول ايوه ان لما يكون عندك اند وهنا اور فانت بتستخدم ال الديستريبيوتيف هتعمل ايه بقى؟ هتقول لي نوت Q and not B صح or not Q تمام and Q يبقى ده or ده كلهم imply mean not B and not Q and Q false يبقى دي false دي كده false or whatever A يبقى الفولس اور اي حاجه هتديني الحاجه دي صح. طيب بعد كده يبقى انا اقدر اقول نوت كيو اند نوت بي ده على طول امبلاي نوت بي. تعالى نابلاي تاني الرول بتاعه الامبليكيشن نوت بي وهنا فانا هشيل الامبليكيشن خلي مكانها ايه اور صح هخلي مكانها اور. طيب لو شلنا الامبليكيشن خلينا مكانها اور ايه اللي يحصل لده؟ هيبقى كله قبليه ايه؟ قبليه نوت صح؟ دلوقتي لما يكون عندك بي امبلاي كيو يبقى النوت الاولاني كله وتفر ايه هو الاولاني؟ يبقى هكتب كده نوت كيو اند نوت بي اور نوت بي دي كده دي مورجن صح ولا لا؟ فدي مورجن النوت لما يدخل على براكت في كونجنكشن تتحول الى ديسجنكشن والانفرتر ده او النوت يروح على كل فاريبل لوحده وطالما كل فاريبل قبليه نوت يبقى ده دبل نيجيشن يتحول الى الفاريبل نفسه او البروفيجن نفسه يبقى اقول كيو اور بي صح ولا لا؟ اور نوت بي سواء انت قلت كيو اور بي او بي اور نوت كيو ده احنا قلناها ان هي اسوشيتيف براحتك فممكن اكتبها كده صح ولا لا؟ والبي اور نيجيشن لي هو مين؟ هو ترو يبقى دي كيو اور ترو واحنا عارفين ان كيو اور ترو بكام؟ بترو يبقى الفاينل ريزلت لكل الستيتمنت دي طلعت ترو يبقى هي فعلا ايه؟ تطلعش. كانت في بروبلم تقريبا اصعب واحده فيها فكرة حلوة
برضو على الموضوع اللي هنقوله على نفس الكلام. Show that the problem problem 14. Show that in P over Q N not B over R imply Q over R or R proof in the tautology. Problem D, the problems القوية. تعال كده أنا شايف في البروبلم دي P ونص P و Q و R و Q R. لو أنت لاحظت مين المتغير الوحيد اللي موجود مع عكسه هو ال P صح ولا؟ لما تلاقي جملة زي دي خلي بالك أنت لو شلت ال imply لو شلت ال imply وخليت هنا negation فبرضو ال negation ده هيشيل لك ال and صح ولا لا وهتسهل معاك ده اللي هعمله بس أول حاجة لازم تلاحظ إن المتغير الوحيد اللي موجود مع عكسه هو إيه هو ال b. تعال كده نشوف هنعمل إيه في البروبلم دي. تعال الأول نحول imply إلى negation مور يبقى أقول not خلي بالك ده براكت كبيرة P or Q and not P or R ده كله or ها Q or R ده براكت هعتبره as a proposition لوحده وده proposition لوحده ودي and الآن تحول إيه إلى or دي more than صح ولا لأ يبقى هنا هقول not the first compound proposition not الأولاني or not التاني صح or q or or r. تعالى ن apply تاني دي مورجان يبقى هنا هتبقى كام ها not b and not q or not يبقى b and not r or q or r. هنا مفيش اي حاجة اقدر اعتمد عليها يعني مفيش بعد كده simplification على حالتها كده مفيش يعني مهما خدت ما عندكش مثلا بي تاخدها مع نوت بي عشان تعمل او تاخد كومن فاكتور اصلا مفيش كومن فاكتور يعني حتى عشان تاخد كيو ونوت كيو مفيش يعني مفيش سمبليفيكيشن عن كده. طب نحل ازاي بقى؟ تعال نبص في اول مسألة سألتك سؤال مهم جدا قلت لك مين هو الفاريبل اللي هو موجود هو وعكسه انت قلت له بي البي ونوت بي هو الفاريبل الوحيد هو موجود وعكسه. التريك اللي هنا اني احاول اخلي كل الدنيا اللي هنا موجودة فيها اما بي او نوت بي يعني هخلي كل البراكت اللي موجودة هنا موجود فيها في كل براكت اما بي او نوت بي ده موجود نوت بي داخله بره ده موجود في بي داخله بره البراكت ده ما فيهوش بي صح فانا هحاول اخلي في بي اشمعنى البي المرة التانية البي عشان هو الوحيدة اللي بدأت بيها المسألة كان المتغير وايه وعكسه. طب تعالى كده نشوف هنعمل ايه. هقول not b or not q or b and not r or ايه رأيك ال q دي هكتبها كده هكتبها q and t يبقى ال q and t بشيء كده ولا or ما انا عشان اوصل للبي يكون موجود في البراكت ده هعمل الحركة دي هقول ان ال Q هي Q and T وال R هي R and T
طيب تعال نشوف، يبقى هنا نوت بي اور نوت كيو اور بي اند نوت ار اور كيو اند التي دي ها في الاصل هي عباره عن بي اور نوت بي، مش دائما المتغير زائد عكسه تي، فانا جبت التي خليت مكانها ايه بي اور نوت بي اور ار اند بي اور نوت بي. تعال نحط البراكت نوت بي اور نوت كيو اور بي اند نوت ار اور كيو اند بي صح اور كيو اند نوت بي اور ار اند بي or r and not b. كده لو انا بصيت هلاقي ان كل الدنيا على فكره اورنج، مش محتاجه حتى البراكت دي، كل الدنيا اورنج. فسواء تقول ده قبل ده او ده قبل ده مش فارقه، كوميتيتف لو صح ولا لا، يبقى انا هعمل كده عشان بس مفيش مكان فهكمل. بص هشوف البراكتس اللي فيها نوت بي موجوده فهكتبها في الباب. اقول الاول هنا اهو هاخد البراكت ده اللي هو نوت بي اور نوت كيو اور، سيبك من ده، ده ما فيهوش نوت بي، ده ما فيهوش، ده فيه نوت بي، يبقى هنا هقول كيو اور نوت بي، وهنا في نوت بي برضو صح اللي هو اور ار اور نوت بي صح ولا مظبوط؟ اه هو ده اور في البروبلم كانت اور صح؟ اه يبقى ده اور اور اند اه بس احنا معلش احنا لما نقلنا البروبلم الان دي كانت اور اللي دي اند، نقلنا بس نقلنا البروبلم من هنا من هنا كانت نقلنا البروبلم بس غلط من هنا، يبقى ده نوت بي اند، وهنا كيو اند نوت بي. معلش بس الخط بقى تاني مش واضح، مش عارف ايه خطه معايا، يبقى ار نوت بي ماشي، احنا بس نقلنا البروبلم هنا. يبقى جبت ده الاول اهو صح مع الترم ده تمام مع الترم تمام اور هجيب بقى الترمات اللي فيها ايه اللي فيها بي اهي يبقى بي اند نوت ار ده اول ترم ده برضه فاهم اور كيو اند بي صح وهنا برضه or r and b تعال بقى هنا وهنا 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 خد لي نوت بي ها as a common factor يعني من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا احنا عارفين اني ممكن اكتب من هنا ومن هنا اخد النص بي صح تبقى ان مفهوم اهو ال كيو اور نوت كيو بالرول اللي احنا كنا سميناها ديستريبيوتيف لو. يبقى بدل ما انا كنت بوصل من هنا لهنا لا هوصل من هنا لهنا. طبعا دي معناها ايه ماثيماتيكالي؟ كاني خدت النص بي كومن فاكتور صح؟ يعني دي تقدر تكتبها ازاي؟ تكتب كده x y plus ها ال x بالنسبه لي هي النوت بي خلي بالك ها وال y هي النوت كيو فاهمني؟ فلو قلت x y plus z x ال x هي النوت بي وال y هي النوت كيو وال z هي الكيو ما علينا فانت لما خدت ال x كومن فاكتور ها فبقت y ايه؟ y plus z يعني اللي هي
not P and P not P و Q not Q مع مين؟ مع Q. خدت ال not P common factor فاللي بقى هنا مين؟ not Q واللي بقى هنا مين؟ Q. طبعا or بقى R and not P or نفس الكلام ممكن من هنا ومن هنا ناخد ال B and ها هنا في نوت R وهنا في R صح ولا لا؟ يبقى هاخد ال R يبقى هنا بقت R and R or not R اتبقت من هنا Q and B أو ممكن أصلا كانت تخلص من بدري Q or not Q Q or not Q ها بترو صح ولا لا؟ يبقى هنا دي نوت B نوت B and مين؟ and true صح ولا لا؟ يبقى not be and true not be or or and not be صح ولا لا؟ طيب احنا عندنا rules الرول اللي احنا كنا قلنا عليها في الاخر اللي هي be اللي هي absorption absorption rule P and P and Q لو تفتكر كانت بإيه؟ كانت بـ فهنا not B or not B or يبقى دي كلها هتديني not B ماشي؟ طيب دي كده وصلناها طلعت not B هنا or R or not R دي بار كلها multiply مين؟ multiply B يبقى الجزء ده هو P times through اللي هي P or ها Q and B الabsorption loop P or Q and B يديني مين؟ يديني B تعالى بقى نشوف not B or P بترو يبقى فعلا دي كلها بإيه؟ تتروش يعني هي يمكن رخمة شوية بس محتاجة من حضرتك اللي انت تكون اوير ازاي تستخدم كل الايدنتيتيز دي لو رحنا على اخر problem اللي هي problem 35 يقول لي find the double of each of this compound proposition هو مديني دي problem 15 مديني هنا P and not Q and not R فعايز الدول خلاص احنا اتفقنا الدول بقلب ال and or وخلاص تبقى الانفرتر زي ما هي ولو كان فيها false بقلبه true ولو كان true بقلبه false ده كان ملخص لي الشابتر او السكشن 1.3 ان شاء الله المحاضرة الثالثة هتكون على سكشن 1.4 استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام